كمان مرة بحيي كل المشاهدين ومننتقل لمروى خلف وسوق العمل وشو معقول تكون الوظائف الشاغرة لهالأسبوع. من سوق العمل صباح الخير، بهيدي الفقرة رح جرب ساعدكم تلاقوا فرصة عمل مناسبة لكم. أول فرصة ببرج حمود حيث مطلوب ماثماتكس تيتشر جريد 4، 5 و 8 للتواصل 03-957-083. منروح لنيو جديدة حيث مطلوب سينيور أدمن أوفيسر للعمل بشركة معروفة مع شهادة جامعية وخبرة سنتين على الأقل ومعرفة بالمحاسبة. لأرسال السي في الإيميل info@laboraonline.com. فرصة جديدة لجرافيك ديزاينر مع خبرة عالية بالمجال. إذا مهتمين ابعتوا السي في على sales@acleanrepublic.com.lb. فرص جديدة ضمن مؤسسة إعلامية طالبة محررات ومحررين مع خبرة بالمجال وخبرة بالسوشيال ميديا واللغة الإنجليزية الأفضلية لسكان بيروت. لكل المهتمين اتصلوا على 03-808-978. وبالدكوانة مطلوب مساعد صيدلي أو صيدلي للعمل بصيدلية لدوام بعد الظهر من 2 للـ 8. إذا مهتمين بهالفرصة اتصلوا على 719-43-598. ننتقل لفرصة عمل جديدة بالكويت لكيميكال انجينير للعمل كإنستراكتور. رقم التليفون للتواصل 769-29781. أما بالسوديكو مطلوب موظفي صندوق وأوبريتر وسوبرفايزر للعمل بشركة معروفة بدوامات بعد الظهر. الإيميل لإرسال السي في nadine.ch1@hotmail.com. منروح لفرن الشباك حيث مطلوب أدمن كوردينيتور من سكان المنطقة ومخرج جديد مع لغة إنجليزية. الإيميل لإرسال السي في mahernassar@gmail.com. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @الجديد.tv. تقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم وعودة لفقرات صباح اليوم.